سلام شباب، انا شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، وياكم بشار محمد فيديو جديد. ما بعرف ايش اقول. مثل ما قلت لكم انستغرام راح اسوي ردة فعل على شخصية ساهر منذر، كمان راح رد على رايكم بنهاية ردة الفعل، يعني بنهاية الفيديو. اللي بده يتابعنا على الانستغرام هذا الاسم راح شارك ارائكم بفيديوهات الجاي. اوكي يا جماعة، الموضوع فقط للتسلية لا غير، وليس لإساءة. اوكي، ليس لإساءة، ردة فعل عادية، مجرد رأيي ولا أكثر ولا أقل. اوكي، خلينا نكون ضابطين. ساهر منذر مين هو؟ شخصية، طبعا هو صار له سنتين بمجال اليوتيوب، لكن هلق بلش ينشهر أو شي تاني ما بعرف شو هو. راح نشوفها مع بعض بالفيديو. صراحة لما أخذت رأيكم على الانستغرام، فأحد المتابعين قال أنه بيشبهك نسخة الثانية، فكنت أفكر بهذا الموضوع كتير. فشو طلع لي بصراحة بعد تفكير العميق وتحريات كتيرة، اكتشفت أنه بيشبهني بشغلة واحدة بس. تصدقون أنه نينادنا عن الحية؟ شي مو طبيعي طبعا، من دون مزح. اوكي، يس، هذا هو الشبه الوحيد. نروح للفيديو. اوكي يا جماعه، في عندها او عنده فيديو تحدي الميك اب ساهر منذر، طبعا ميك اب للبشره، طبعا هالشي ما بفهم فيه كثير بصراحه. ما توقعت بصراحه، انجنيت يعني بعد ما شفت الفيديو، شفت انه يعرف، او هلا شو نركز على يعرف او ولا تعرف، يعني تعرف شغلات بحياتي ما سمعت فيها. هي صدق ما سمعت، كمان ما توقعت بحياتي اسمع بيها، كمان يكون عندك لحية وانت تحط شو اسمه هدول، ما بعرف. نشوفها بالفيديو. لا تطلعوا انتو كمان صرتوا مصدومين مثلي، عادي يعني شغلة عادية. الشيء الوحيد انه تنشر حالك بهيك وضعية، يعني تعرف انه راح الناس راح تحكي عنك سلبيات كتيرة، يعني بصراحة هيك رأيي. خلينا نبدأ. أوكي، هون يبدأ القصة الحزينة، القصة التي جرحتني من الداخل. كمل ولا لا؟ ما بعرف صراحة. أتمنى ساهر منذر إنه تظبط وضعك. أوكي، نبدأ. الكريم حاليا راح نستخدم الكريم اللي هو مرطب، وراح نرجع لأبطل. يعني هلا أنت لازمك مرطب؟ اوكي كمل اللي بعده. اوكي، سو حاليا رح نحط الدقيقة 13 ثانية، فقصينا 10 ثواني، 3 ثواني، وبدنا نقص بالنص ونساوي شغلات لحتى تزبط معانا يعني بالاخر. فهمانين علي؟ اوكي تمام. وراح بصراحة انه طريقة الكريمة تحطها الكريم بهذه الطريقة على البشرة. شوفوا معي. سو عبين ما ينشف الكريم اللي حطيناه، تعالوا نشوف الشيء الثاني اللي مخيرون فيه. سو الشيء الثاني اللي انا مخيرون فيه اللي هو البرايمر. شو هو البرايمر؟ البرايمر هو نحط كطبقة ثانية. برايمر يا شباب، يا جماعة، يا بنات، شو هو البرايمر؟ يعني انت توصل لمرحلة انه تساوي حالك بحالك هيك شيء، ف ما بعرف شو اقول، ما بعرف شو كمل. ثاني بعد الكريم اللي حطيته قصة على وجهي، لانه البرايمر بيعمل تغطية حلوة كثير للوجه، وبنفس الوقت بيحمي البشرة تبعنا يعني مشان ما يفتش. طيب هلق بيلزمني هذا الشيء ولا شو؟ فونديشن على المسامات او اي شيء من البكتيريا او هذه الاشياء اللي بتأدي انه يطلع الوجه تبعنا حبوب. كانت النسبة انه استعمل البرايمر 52%، وما استعملش برايمر كانت النسبة 48%. يعني على التحكي كنت ما حطيتش برايمر وخربت وجهي وما طلعش فيه حبوب، بس متابعيني وبيعرفوني وعن جد كثير بحبوني كثير على هذه الاختيارات. اوكي، عندهم متابعين يحبوه. نتيجة انه عدد الديسلايكات اكثر من عدد اللايكات، تقريبا اكثر بضعف، لهيك بحبوك كتير بصراحة. يعني الحلوين توصل لمرحلة انه تسوي حالك هيك، وكمان يعني فكر انه فكر الشخص بيفكر انه يعني
الناس شو راح تحكي عنك؟ يعني انت ما تنزل لتحت تشوف تعليقات اللي بيحكوا عليك، شو هن التعليقات؟ شوف واحد يتحداك، تخيل يعني يتحداك تصير شاب ليوم كامل. ليش عامل لحية هذا الشيء اللي جلطني؟ ما بعرف. شوف التعليقات السلبية عليها. الرجولة بتشوف التعليق اللي جرحني كتير، الرجولة تبكي بزوايا، الرجولة تبكي بزوايا. تحية شرف لكل من بقى رجل. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الرجولة. كان كمل الفيديو. لانه عن جد بلا البرايمر الميك اب بيطلع عن جد هلق بيعمل يعني من بلور كل للميك اب عقلك عم بيطلع. تشرح لنا البرايمر والميك اب وهيش هيك شغلات؟ بصراحة حلقة عجبتني. ما بيطلعش حلو انه اوكي بيطلع ميك اب هلق نظافة يعني وكل شيء تمام، بس دقيقة شباب، اللي شافوا الفيديو تقريبا 60,000 شخص. هلق 60,000 شخص بدي احسبها انه هال60,000 شخص ضاعوا من وقتهم 13 دقيقة من حياتهم بس يشوف هذا الفيديو كيف يحط ميك اب. يا شباب انتو كمان شفتوه. بيروح بسرعة وبيفوت على المسامات مع فونديشن وهيك، بعد بصير صعب شاي عليه انه ينظف المسامات تبعي بعد ما شال ايه المكياج. فلا عن جد لحد اسا متابعيني ايه مبيضينا، فتعالوا نحط البرايمر وتعالوا يلا اعلمكم على الطريقة الصحيحة لحتى نحط طريقة فيها صحيحة. البرايمر. بحط منه على ايدي بهذا الشكل ايه بهذه الطريقة شوف عم يعلمنا. وبندهن منه على الوجه تبعنا. كثير اشخاص بيسالوني ساهر قديش بدك وقت لحتى تعمل ميك اب كامل وتروح على حفله او عشي محل. اذا بدي اقعد اعمل هذه الاشياء يا جماعه في حبيتك حفلة. التيكت وخيرتهم اذا بحط فوندي روح 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 كمل، بدي اشوف ايش في فكمل كمان. الحين انت عم اوه تشتروا وتكون الاسعار مناسبه الصراحة للوقت اللي يحط بودرة منيحة كتير. شوفوا معي هون، من وين شوف كل يعني غرض وشو بيعمل هذا بالضبط. لانه بيلزمني لو شيء. تحتاجوا هذا الفيديو انزلوا وشوفوا من وين المنتجات، واكيد مش اعلان بشكل طيب عام اذا بس انا كنت حاب مايل اعطيكم. اسالي او شيء تاني من هالنوع فمو ضروري تفتح عليك اخي اختي، مو ضروري يعني تنشر حالك هيك. هذا رأيي يعني. الحمد لله على نعمة الرجولة. نصائح او كمل حب اعطيك، نروح شوف ايش بده. فحطت لكم انه اذا بيستعملوا ايه البودره او بيستعملوش. فاجى التصويت هيك 49 استعمل بودرة كمان، بدنا نشوف استعمل بودرة كمان. حاليا رح نعمل البيج مع الخمري. اوكي اوكي روح جايز، بس انه روح مبينين روح عيون روح كمل. منفخين بس هيك بنكون بعدنا ما ايه خلصناش. سو حاليا حطينا البيج ودمجنا معه شو هاي الخمري، بيش بس بقي خمري؟ شنو هاي الشغلات؟ شغلة وحدة ناقصة اللي هي كيف ما انا مبين عن تبعنا مسحوبة بهذا اوه الشكل. فكل كيف بدك تبين انه هون مسحوبة؟ هالقاية عندي بتزبط ولا لا؟ ما بعرف يعني. اي والله تزبط بس هاي لشو؟ واو شلون صار ساعتين عم جرب اللي يصير. اوكي كمل. اللي عليكم في نشوف مثل سر صغير او السر تيب الصغير. صغير راح اعطيكم اياها. ليكو شو بنعمل لحتى تبين العين تبعنا مسحوبه. بنجيب قلم الكونسيلر وبهذه الطريقه بنعلم بهذا المحل تحديدا اوه هيك. ماي جاد. بلش بطريقه الطبطبه بهذه الطريقه بنفس المحل. نحن كمان ضيعنا 13 دقيقة على انه نشوف هذا الشيء. حاولوا ما ايه ما تخربوش تخربوا كمان. وبتصيروا تسحبوا بهذه الطريقة هيك. برافو واو. كنت رح كمل لكم على الكاميرا عشان تشوفوا الفرق. لكم الفرق بين هذه العين، كيف العين هذه مسحوبة وطالعة هيك جنبية وطالعة حلوة، ولكم هذه العين كيف مبينة بعدها مش مسحوبة. يا فلكم الله الكونسيلر ولكم يا هذه الأشياء الله. كيف بتلعب دور كثير اوكي كبير بالميك كمل اب تبعكم. روح شوف جايز يوم هذا الهايلايتر الذهبي اللي هيلانتر شفتوه، الذهبي. هذه هي الريش اللي هيلانتر شفتها اهم هاي من شيء بوبي هون هيك. براون. خلاص عرفنا من هيك اسماء. لو تقول اسماء شغلات تانية كنت بلكي افهمها يعني. كمل. بنصحكم كثير انكم تستخدموا هذا ايوه الريشي ومش اعلان، بس عن جد الاستخدامات تبعها كثير حلوه. وقت مثبت الحواجب بعد يعني اسالكم اذا بستخدم في انواع للريش. ريش كمان استعمل هذا النوع من الريش للبشرة. والله انا بشرتي
بظنها انه حلوة، يعني مو لازم ميك اب او ايلاينر وهيك شغلات، ما نجيب العيد. اوكي مو اوكي مثبت الحبيب او لا. وانا عم شوف النتيجه طلع الشيء معي 50 50، فانصدمت ففت اتاكد من الارقام فلك شو طلع معي بالضبط. طلع انه ما استخدمش مثبت ايه الحواجب 37263، وانه استخدم 30,000 و مثبت الحواجب 37265. ففرق صوتين، انتم متخيلين انه فرق صوتين؟ ايه فبما انه فرق صوتين ونحن عن جد مع الحق راح نستخدم مثبت يعني الحواجب الناس ومثبت تقص الحواجب. عليها عشوائي، يعني انت شو متخيل؟ سو بهذه اوه الطريقة حلو، عجبتني، يعني بنثبت اريد الحواجب، اجربها وعن شي جد يوم، بشكل يعني عن عام جد جماعة يعني اريد اجربها. صار عندي هيك غريزة اني اجرب هيك شغلات. أنا بثبت حواجب، بحبكم، اوه ثانك كثير على تفاعلكم، واو إنه شاركوا بهذه الفقرة أكثر من 100,000 شخص، عن جد شكرا كثير واو لكم. ولكل الأشخاص اللي مش تابعين على واو، الإنستغرام، الإنستغرام تبعي رح يكون او بالشير. ماي جاد. اوكي إيش فيكم تتابعوني شوف كمان ايش بده طريقة يساوي. زكريا رموش، بس اخترت الثنتين انه ما البسش عدسات، فحاليا رح نعمل هيك. حاطط رموش كمان. واو واو صار عيوني زرق. صار سيت عيوني جايز، زرق. بعد ما حطينا العدسات الزرق مثل ما انتم ايه طلبتوا، اجا الوقت للخطوة شو هي؟ الأخيرة، فخيرتكم اذا بنحط عنده خطوة أخيرة. لبستيك فاتح او لبستيك غامق. فتعالوا نشوف شو شو هي كانت الليبستيك؟ النتيجة. 51% اختاروا انه حط لون غامق، و49% اختاروا انه حط لون فاتح. شو قصة الخمسينات وال51 وال49 او القصة 48؟ انه الناس تضغط عشوائي، يعني واحد يجي بس يضغط، يعني فهمت علي؟ 52. بما انه النتيجة هيك راح اوكي نحط روج غامق، فتعالوا نحط روج غامق. واو واو، وهيك بتكون صار صارت مثلي واو، الحمراء او الغامقة ماي فاتت. جاد. سيت جايز، هيك بكون انتهى اوكي اللوك، ان شاء الله يكون عجبكم اللوك باختصار. بس اجا اخر شغلة نعملها، نفك الشعر شو بهذه هاد؟ الطريقة. وهيك بنكون خلصنا اللوك. سيز جايز، بشكل عام كثير حبيت اللوك، انه اوكي نسينا نحط بودرة ونسينا نحط كثير اشياء. عجبتني يا شباب، يا صبايا، يا نساء، يا من يسمعونني، كيف شو بتقولوا عنه؟ هلا بنروح على آرائكم كمان ونشوفها. وكنت حابب نغير شوي باللوك، بس بشكل عام بصراحة طلع اللوك يعني عن جد كثير. تعبت على حالك كتير مشان تحط اللوك وهيك شغلات. اوكي شباب، هيك بنكون وصلنا لنهاية ردة فعلنا على ساحب منظر اللي شب. المهم مش ساحب منظر، الشاب في شخصية أنثى، هيك شيء عن جد يعني طلع حلو كتير، عجبني بصراحة، رح أجربها هالشي يوم إن شاء الله. هلا نروح نشوف التعليقات المتابعين عليك. بصراحة عنده أنوثة أكثر مني، صرت شك أنوثتي وربي حاسس إنه أنا أوكي. يعني ما فيك تعلق على هذا التعليق طبعا. هل شب بيحط ميك اب احسن مني؟ اوه ماي جاد، في بنات ما تعرف تحط ميك اب كمان. جبنا العيد، اوكي عن جد جبنا العيد. انا بس حابب اعرف هذا بالمستقبل رح يتزوج بنت ولا شاب؟ صار عندي شباب بنات، صار عندي فضول اكثر بدي اعرف هذا الشيء كمان عن جد. استغفر الله، اوكي لا اله الا الله. ابوه عنده واسطة كبيرة حتى سجل وذكر بالهوية. تعليق اللي جنني، ابوه عنده واسطة كبيرة لحتى سجلوا بالهوية ذكر. هاد شبيهك التاني قلنا، بس الشبه كان باللحية بس لا غير، ما في شبيه تاني بظن. اوكي ايلاينر كان كويس. ما بقول هيك شغلة، اسفين يا جماعة، ما بقولها صاير احلى من البنات. فما هذا اللي مجنني انه صاير احلى من البنات. اترك زلمه يمكن ميوله هيك. طيب ميوله هيك مو ضروري اذا كان عندك ميول تروح تنشر حالك وتجيب لحالك هيك حكي، يعني فينا نقول، او تجيب على حساب حياتك، تكسب مشاهدات، تكسب شهرة وهيك شغلات، يعني فلهيك لازم ما نترك حدا بحاله. اوكي عندما تسقط الرجولة، التعليق الذي جننني.
الرجولة لن تسقط، لن تسقط ولن تسقط. أوكي، لن تسقط. سنخبر الله بكل شيء. طيب تخبر الله أنه في ناس نشرت حال على اليوتيوب هيك شيء. أوكي جايز، هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى تكون عجبكم الفيديو. لا تنسوا تشتركوا بالقناة إذا كنتوا جداد، حطوا لايك للفيديو، علقوا لي كمان تعليق شو رأيكم بالفيديو وشو رأيكم بالرياكشن، ردة الفعل. طبعا ما زودنا ردة الفعل عليه مشان ما نزعج الطرف اللي نسوي عليه ردة الفعل. لا تنسوا تضيفونا على الانستغرام، باخذ آراءكم بفيديوهات جديدة، بالفيديوهات الجاية راح اخذ آراءكم بالفيديوهات الجاية كمان. اي فيديو انزله اول شيء اخذ آراءكم بعدين انزل. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، كان وياكم بشار محمد بفقرة جديدة ورياكشن جديد، والسلام.